صباح الخير وميت أهلا وسهلا بالصحاب. بتعرف الأسبوع الماضي صار في عنا قصة صغيرة على موضوع الـ MMS. شكله حنبلش شغلة جديدة أول مرة، يعني حتكون ثورة في عالم الطب. بتعرفوا بلشنا نجمع الشهادات من الناس للي استخدموا الـ MMS وبدنا نحطها بفيديو موحد، اللي لسه بده يعمل شهادة يبعتها بسرعة. حيكون هذا الفيديو وكأنها أول دراسة طوعية مقدمة لشركات الأدوية من الناس. يعني هلا بتعرف شركات الأدوية بيدفعوا ملايين حتى يعملوا دراسة على دواء واحد ويوصل لنتيجة، لأنه بدها إشي بسموه controlled study، إنه الأشخاص اللي استخدموا هذا الدواء بحطوا مثلا خلينا نقول 20-30-100 شخص حسب التجربة، وبيصيروا يعطوهم من هذا الدواء وبيراقبوا، وبيكون في مثلا double blind اللي هو placebo، في ناس بياخدوا بيكون إشي بيشبه الدواء بس مش دواء، وفي ناس بياخدوا الدواء الفعلي وما بيكونوا بيعرفوا، فبيقارنوا بيناتهم وبناء على النتائج بيعرفوا إيش النتائج الفعلية اللي وصلوا لها من خلال الدواء، حتى برضو يعملوا elimination للحالة النفسية من خلال عملية البلاسيبو. فهلأ شركات الأدوية بيدفعوا ملايين الدولارات حتى يعملوا هذا الكلام وينشروا دواء واحد. التجربة اللي عم نعملها هلأ، طلبنا شهادات من كل الناس اللي خلال العشر سنوات الماضية استخدموا مادة الـ MMS، حنجمعهم بفيديو واحد حيكون مهدى لشركات الأدوية ولا الجهات الرسمية الطبية. يعني احنا عملنا دراسة عنهم طوعيا من خلال الناس وقدمنا لهم هاي الشهادات من الناس حتى يحكوا لهم سواء كان إيجابي أو سلبي. أنا ركزت حطيت بالكومنت الناس اللي صارت معهم آثار إيجابية يكتبوا، واللي صار معهم شغلات سلبية برضو يكتبوا. هنحط الشهادات لكلا الحالتين ونقدمها كدراسة طوعية حتى نشوف هل راح ياخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار أو لا. منكون هنا احنا 100% عملنا اللي علينا، فهذا الكلام حيكون عندنا هذا الأسبوع أو هدول اليومين إن شاء الله تحديدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وحنشوف وين حنطلع من هذا الكلام. فعندنا شغل كتير كتير مهم جاي بالنسبة لمادة الـ MMS1 والـ MMS2 من مواد جيم هامبل وغيرهم من المواد كتير. إذا نجحت معانا إن شاء الله رح نستمر في هاي العملية، رح نصير نعمل دراسات طوعية جمعية نقدمها للشركات الطبية حتى يعملوا دراسة لإلها وإن شاء الله يوفروها للناس بشكل فعلي. فهي واحد. اثنين، تتذكروا حكيت انه هاي سلسلة جون كريستوفر اللي عم نعمل فيها. اول شيء بعتذر مجددا، كتير من الناس عم بيحكوا انه محمد عن جد الاعشاب اللي عم تحكيها هنا اعشاب كلياتها غربية، يعني مش متوفرة عندنا بسهولة. بعرف هذا الكلام. اللي حنسويه انه انا اعجبت، يعني حبيته كتير لجون كريستوفر وفلسفته واعشابه وطرق علاجه، عن جد هو احسن عالم اعشاب في العصر الحديث، فكان بسوى انه نعمل. ولو انه الاعشاب اغلبها غربية، في منها عربية ونحن شايفين في كتير هلأ أوريدي صار في كتير أعشاب ناس استفادوا منها. يعني مثلا الكيان، فوتوا بس على الكومنت شوفوا الناس اللي جربوا الكيان، وفي ناس أوريدي صاروا كاتبين إنه بفضل الله شفيوا من أمراض قلب وشرايين بس من خلال فلفل الكيان، مثل ما حكينا بالحلقات الماضية. هلا طبعا عندنا الأعشاب الثانية، اللوبيليا عم تعمل نتائج عجيبة إلى آخره إلى آخره. فمع إنه كتير في أعشاب غربية ما بنعرفها، بس مع هيك الشغلات المتوفرة أوريدي صرنا شايفين نتائج من خلالها. هلا سلسلة جون كريستوفر رح أرجع أعيدها، الأعشاب الهامة بالشرح بأماكن توفرها بالمصادر والبدائل العربية كل واحدة كفيديو منفصل، تدريجيا حنعملها مرة تانية. وهاي السلسلة اللي عم نعملها بالراديو حتكون آخر سلسلة بنعملها بالشكل هذا بإذن الله. حيكون بعدها حنبلش بشرح قراءات وشرح كتب، حيكون يوم الجمعة عندنا بنصير نمسك كتاب كتاب نشرحه، حيكون في صور مش بس شرح صوتي، فبتكون صور موجودة وبنشرح الكتاب بنترجمه مع بعض بنمشي فيهم كتاب كتاب، لأنه يفضل الأمور اللي بنحكي فيها زي هيك جون كريستوفر ما أو إلى آخره والعلوم والأعشاب تكون بفيديوهات منفصلة حتى نتمكن يعني نفرجي بالصور ويكون الشرح أسهل على الناس. طيب الكتب اللي عم بقرأهم على فكرة هذا الأسبوع، عم بقرأ كتاب عن الكابالا لمانلي بالمر هول، برضو كنز لازم إنه نشرحه بالتفصيل. قدامي على فكرة كمان كتاب The Cosmic Serpent، هذا الكتاب السبتايتل تاعته DNA and the Origins of Knowledge، بيحكي فيه الأوثر هو دارس أعشاب علوم الأعشاب، بس شو خطر في باله يروح على الأمازون ويصير يتكلم مع الشامنز ويسألهم علوم الأعشاب من وين جابوها. الشامنز طبعا اللي هم الرجال الدين اللي بيكونوا بالغابات، فيسألهم ودائما إجابتهم كانت إنه إحنا بنشرب المشروب المقدس الأيواسكا ومن خلالها بنتكلم مع الأرواح، والأرواح هاي بتعطينا العلاجات اللي عم ندور عليها من خلال الأعشاب وإحنا مندونها ومنصير نشتغل فيها. فبالكتاب هذا بفرجي كيف الـ Origins of Knowledge، كل بدايات العلم بدأت بالطريقة هاي من خلال الناسكين والشامنز ورجال الدين اللي بالغابات اللي كانوا يأخذوا المشروب المقدس يتكلموا مع الأرواح
ويرجعوا يعطوا المعلومات هاي للناس ويشتغلوا فيها. طبعا بعرف هذا الموضوع بوردر لاين ان الناس حيقولوا انه يتكلم مع ارواح مشروب مقدس الى اخره، مو مشكله، بننشر معلومات وبنجرب مع بعض. فاليوم موضوعنا لجون كريستوفر اللي هو عن الكيدنيز يورينري تراكت، التهابات الكلى، حصوات الكلى، التهابات المسالك البولية، شو الأعشاب اللي كان هو يستخدمها. هو بس يبلش الحكي ببلش بيه إنه الناس اللي بيصير في عندهم احتباس بالسوائل وبيبطلوا قادرين إنه يفرغوا البول تاعهم. فبتتذكروا من أيام الميكروبايتك كان أول إشي نستخدمه دائما اللي هو الجينجر كومبرس، كمادات الزنجبيل. واللي ما بعرف فيكم كمادات الزنجبيل، طبعا هي شغلة كتير كتير مهمة وفعالة بشكل خرافي. طريقة عملها جدا بسيطة، يعني بنبرش زنجبيل، وحتى ممكن نجيبه جاف اللي هو البودرة، بس عادة هم بيجيبوا زنجبيل فريش، ببرشوا كمية بقدر خلينا نقول قبضة الإيد، وبحطوها بسموها أجة قماش، يعني قطعة قماش اللي بكون خفيف، بحطوا هذا الزنجبيل فيها وبسكروها، وطنجرة وسط، يعني طنجرة عادية وسط، دائما طبعا ما تستخدموا التيفال، تستخدموا أقل شيء الستينلس، يفضل زجاج وفخار. فالزنجبيل هذا بنحط بالطنجرة هاي بعد الغليان، طبعا بنغلي المي أول دائما، لأنه إذا بنحطه مع الغليان بتروح الفائدة. فبنغلي المي بعدين بنخفف النار، بنتركها وهي بتكون تحت درجة الغليان بشوية صغيرة، وبنحط أجة الزنجبيل فيها اللي هي القطعة القماش اللي فيها الزنجبيل، ونتركها فيها خلينا نقول على، ونغطيها، بنسكر الطنجرة يعني، نتركها خلينا نقول 10 دقائق ربع ساعة هيك على نار هادية، ممكن أكتر شوية. بعدين بنجيب منشفة صغيرة وبنصير نغطسها بالطنجرة هاي اللي فيها المية الساخنة. دائما المية لازم تكون ساخنة مش حارقة ولكن لاسعة، هذا المهم، هذا مهم كتير. فهي تحت درجة الغليان بس مش ما بتصل لدرجة الحرق إنه تحرق الجلد، بس بتلسع الجلد. فمنصير نغطس هذه المنشفة الصغيرة بمية الزنجبيل، بنام الشخص على بطنه ومنحط المنشفة أسفل الظهر، يعني منطقة الكلى تماما، وبنتركها عبين ما تبلش تبرد. الزنجبيل له خاصية كتير قوية في سحب السوائل من الجسم، بتبلش الكلى تتنشط وتطرد السوائل لبرا من خلال الجلد. والناس اللي عندهم احتباس سوائل شديد بلاحظوا انه بيصير في كتير طرد للسوائل، بيصير في تعرق كتير شديد. هلا كمادات الزنجبيل هاي ممكن نعملها باكثر من طريقة. هلا الطريقة الاولى اللي هي اللي بيعملوها بالميكروبايتك بالعادة اللي هي مثل هيك، زي ما حكينا، الطنجرة نار تحت درجة الغليان بشوية، بحط المنشفة الصغيرة فيها، بطلعها بحطها على أسفل الظهر وهو نايم على ظهره، بستناها لتبلش تنشف شوية، لتبلش تبرد شوية، برجع بشيل المنشفة بعصرها، بغطسها مرة تانية بالطنجرة اللي هي درجة حرارة لازالت عالية إنه تحت الغليان النار هادية، وبرجع بحطها على أسفل الظهر وبكررها مثلا 4-5 مرات، خلينا نقول خلال مدة ساعة أو 45 دقيقة. خلال هاي الفترة بيكون الزنجبيل عمل عملية تنشيط للكلى وطرد للسوائل. فهلا هاي بنعملها على منطقة الكلى مباشرة. في ناس بكون في عندهم تحبيس سوائل في مناطق مختلفة من الجسم، كمثال مثلا ممكن يكون في مناطق الركب في حالات الروماتيزم ومثل هيك، احيانا مع خصوصا مع الكورتيزون بيصير عملية تحبيس سوائل شديدة. فنفس الطريقة بعملها، بس المنشفة بدل ما احطها على اسفل الظهر بحطها على منطقة الركب، ممكن احطها على الرجلين، على الاقدام، حسب المنطقة اللي محبسة سوائل. دائما بفيد جدا انه نحط الكمادات على الكلى، لانه الكلى هي اساس طبعا تفريغ السوائل من الجسم. فحتى لو كان في عندي مشكله بالاقدام، في الركب الى اخره، اذا بحط على الكلى وبعمل على الاقدام بكون انا بضرب عصفورين بحجر، بنشط الكلى، بساعد طرد السوائل، وبنفس الوقت بكون عم بساعد المنطقه او عم بعالج المنطقه اللي هي فيها المشكله الرئيسيه. فبالنسبة للميكروبايتك كان دائما احتباس السوائل يعالجوه بهاي الطريقة. أحيانا بكون في احتباس سوائل في كثير من مناطق الجسم، فبنعملها على شكل مغطس، يعني بانيو مي مثلا، نفس الشيء، بنحط فيه مية أسخن من الفاترة بشوي، وبنحط فيها خلينا نقول كوب من الزنجبيل المبروش، ممكن نحط مثلا كوبين زنجبيل مبروش، وبنفس الوقت ممكن نحط مثلا كوب من الزنجبيل البودرة، بنعملها ونشحت معنا، فلأنه أسهل طبعا على الناس كمان. فكوب الزنجبيل البودرة بنحطه بالبانيو وبنجلس فيه خلينا نقول ربع ساعة، ثلث ساعة، ونكررها 3 مرات بالأسبوع أو 4 مرات بالأسبوع. هلا هاي أثبتت نجاح كتير عالي معانا كمان في عملية طرد السوائل المحتبسة من الجسم. هاي طريقة الميكروبايتك ذكرتها قبل لأنه مهمة كتير، وجربناها على مدى يمكن 15 سنة، والحمد لله ناجحة جدا في تنشيط الكلى، في طرد السوائل، واحتباس السوائل اللي موجود برضه بتطلعه. الناس اللي في عندهم فشل كلوي كمان بيساعدهم كتير انه مع هاي العملية يعملوا مساج على منطقة اسفل الظهر يوميا اللي هي منطقة الكلى،
عادة بيعملوها من تحت لفوق، هذا بالطب الهندي الآيرفيدا، فبتساعد كتير كمان على عملية تنشيط الكلى، وكتير في حالات بيقولوا من خلال 3-4 أشهر مع الأكل السليم طبعا بترجع الكلى بتتنشط وبتنحل المشكلة. طيب هلا هذا كلام الميكروبايوتيك. هلا بالنسبة للميكروبايوتيك في كمان كتير دلالات وشغلات بيشتغلوا من خلالها، منها الأورينتال دايجنوسيس، كل منطقة بالوجه بالضبط شو الأعضاء المرتبطة فيها وكيف نستدل من خلال الوجه انه ايش المناطق اللي موجودة بالجسم فيها مشاكل. الانف مثلا اذا كان البوز الانف سويلد انه نافخ شوية او طالع لبرا فيه بروز، واحيانا بكون فيه بروز وفيه بالوسط بكون داخل لجوا في خط بكون موجود، بنعرف فورا انه القلب فيه خطر. ما بنسى مرت علي حالة شخص هنا رحت عليه، كان في عنده يعني هو قريب لصديقة لإلي، فكان في عنده مشكلة وطلب إنه إذا ممكن نقعد مع بعض، فجلسنا مع بعض تكلمنا في الشغلات اللي كانت موجودة عنده، بس الأنف عنده كان فيه شغلة أول مرة بشوفها بهذا الشكل. مقدمة الأنف كانت منفوخة ومتورمة، يعني كانت كيف حبة المشمش، يعني كأنه كيف حبة المشمش اللي خلينا نقول جافة اللي بتصير مجعدة، تقريبا نصف حبة المشمش في الطرف الأنف عنده بارز بهذا الشكل، بارزة بشكل كتير شديد وعاملة زي الكرة متجعدة وداخل، يعني متجعدة ومنفوخة مثل الكرة ومن الوسط داخل لجوة. فالمهم أنا ما تكلمت عن الموضوع، ولكن ضلينا نتحدث بس هيك بنصف الحديث أنا طلعت فيه فبقول له بس ممكن أسألك سؤال، الأنف عندك طول عمره كان هيك؟ قال لي لا ما صار، مش طول عمره، صار بعد شغلة ستنتس حطها اللي هي شبكات قلب. أنا هون قلت له يعني كنت بدي أحكي بس بنفس الوقت مش عارف إذا هي شغلة قديمة عنده مع الولادة، ما بدي أحرجه، واضح إنه إذا كانت شغلة حصلت معه بعدين إنه القلب عنده فيه مشكلة تعبان كتير. فمجرد ما قال لي هيك قلت له 100% لأنه ما بيصير في بروز بالطريقة هاي إلا إذا كان في مشكلة موجودة في القلب. فتخيلوا لما ركب شبكات القلب صارت مع هاي الشغلة وبرز الأنف بسبب أنه صار في تغيير على نظام الدورة الدموية الحاصل. هذا يعني هاي من الشغلات اللي بتفرجين أنه دائما نلجأ للعلاجات الطبيعية قدر الإمكان، والعلاجات الطبية بتكون في الحالات القصوى مش أنه هي الحل الأول. فمنعالج منحاول منضبط الأكل منضبط نمط الحياة بعدين منلجأ للعلاجات الطبية في حالة ما كان في عندنا بديل. فالميكروبايتك زي ما حكينا في عندهم الأورينتال دايجنوسيس اللي بفرجينا كل منطقة في الوجه إيش الأعضاء المرتبطة فيها. ليش حكيت؟ لأنه الكلى اللي هي المنطقة اللي أسفل العينين، طبعا برضو أسفل العينين حسب الزاوية بيختلف من عضو لعضو، بس بشكل عام المنطقة المنتفخة تحت العين خصوصا لما تبدأ بالميول للسواد بنعرف إنه الكلى كتير تعبانة ما فيها تصريف، يعني ما عم بتصرف بشكل مرتاح. في الحالة هاي بنعرف طبعا الأول شيء بنطلع عليه اللي هي كمية السكر والنشويات المكررة اللي عم ناكلها بالإضافة لمشتقات الحليب لأنه هي رقم واحد، الكوكاكولا إلى آخره، الشغلات اللي بتتعب الكلى هاي، شرب القهوة بشكل كتير كبير، الأمور هاي اللي هي الكلى مش عم تقدر تصرف البروتينات ومش عم تقدر تصرف الكيماويات اللي عم تدخل الجسم بشكل فعال بيبين معنا فورا تحت العينين من خلال المنطقة المنتفخة. طيب فجون كريستوفر أول ما يبلش يحكي على الكلى بيبلش أول شيء في موضوع احتباس السوائل مثل ما قلنا، والناس اللي ما بيقدروا خلص بكونوا يعني في عندهم احتباس، ومش بس احتباس إنه بدهم يتبولوا ومش قادرين مو قادرين يفرغوا هذا الضغط. بالنسبة لجون كريستوفر مجرد ما حدا تواجه هاي المشكلة بيلجأ فورا للجونيبر بيريز. هلا الجونيبر بيريز نوع من أنواع العرعر بس مش العرعر، تتذكروا إحنا حكينا عنه أظن المرة الماضية بالراديو لما حكينا على البنكرياس وعلى الدايبيتس. الناس اللي لما استخدموا العرعر اللي هو الهوثورن بيريز بسموه كان لقوا نتائج مو معقولة في تقليل حاجتهم للإنسولين، يعني الناس اللي عندهم سكري وعندهم حاجة للإنسولين بشكل خاص تايب 2 دايبيتس طبعا لما يستخدموا الهوثورن بيريز يوميا على شكل شاي وعلى شكل كبسولات وتينكتشر كمان بيلاحظوا انه حاجتهم للانسولين بعد شهرين ثلاثة بتقل كتير. ومثل ما شفتوا المرة الماضية جون كريستوفر حكى عن كتير حالات انه باستخدامهم لإله من خلال 6 شهور بطل يحتاج الانسولين نهائيا. بتعرفوا هاي تجربة بدي اعملها، بدي اجيب الهوثورن بيريز واستخدمه لفترة طويلة بدي اشوف تأثيره على السكر، لان بتعرفوا انا ما باخد سكر نهائيا ولا حتى من الفواكه، فبدي اجرب اخذه لفتره طويله وبعدين اخذ نتفه سكر اشوف اذا كان في اي نوع من التاثير الايجابي على الموضوع، مش سكر طبعا، فواكه يعني إشي بيحتوي سكر طبيعي، يعني تجربه حلوه بدي اجربها. فالهوثورن بيريز او العرعر
شاف جون كريستوفر انه سواء الواحد كان في عنده هايبوغلايسيميا اللي هو هبوط بالسكر والدايبيتس بشكل خاص تايب 2 النوع الثاني من السكري، لاحظ انه هذا بشيل حاجته للانسولين، وحتى في حالات نقص السكر اللي هو الهايبوغلايسيميا بتروح من عنده المشكله خلال حوالي من 4 إلى 6 أشهر. هلا العرعر الجونيبر بيريز نوع من انواع العرعر بس مش هو، لهذا السبب مضطرين نجيبه اونلاين. هلا في كتير اعشاب، اغلب الاعشاب اللي موجوده عندنا بجون كريستوفر اعشاب غربيه، في منها متوفر وفي منها مضطر نجيبه اونلاين، عادي مو مشكله، لانه يعني اغلب الناس هلا سهل عليهم يشتروا شغلات على الانترنت، مش هالمشكله الكبيره. زي ما حكينا حنشوف برضو البدائل العربيه. فبالنسبه للجونيبر بيريز على فكره له استخدامات تانية كمان في تقويه شبكيه العين وعلاج عصب العين وعلاج الاعصاب بشكل عام. هنا بنركز على موضوع ادرار البول للناس اللي في عندهم احتباس. فدائما جون كريستوفر ببلش كلامه بقصه، فبيحكي على قصه وحده كانت تصلها 3 ايام مش قادره تروح تفرغ البول عندها، وصلت لمرحله من الالم، يعني انه زي يعني انه نايمه على الارض مثل وضعيه الجنين ومتالمه متالمه متالمه مش قادره تتحرك. فنادوه برضو بالليل وقالوا له انه شو ممكن نعمل، المره متالمه كتير ومش عارفين شو نساوي. على طول راح جاب الجونيبر بيريز عمل منها شاي وشربها الشاي. بقول اول ما شربت لايك تو سيبس، يعني انه بس هيك لقمتين منه، ابتسمت، تحركت، قامت، راحت على الحمام وفرغت البول اللي كان موجود عندها. فبيقول جون كريستوفر لهالدرجه الجونيبر بيريز له يعني خاصيه مدير البول بشكل كتير 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 فعال، وهو بشكل عام ما بيستخدم غيره هو في الحالات هاي. طبعا احنا في عنا الجينجر، الزنجبيل كبديل مدير للبول كتير قوي، في عنا الكيان برضو مدير للبول قوي، وفي أعشاب تانية عربية على فكرة إنه ما بننساها مثل الخلة. الخلة كتير مهمة في توسيع مسارات المجاري البولية وفي إدرار البول وكمان إخراج الحصوات، فإنه في شغلات كتير كتير مفيدة وموجودة عندنا في الوطن العربي كمان كبدائل. بس الجونيبر بيريز من الأمور اللي مو غلط كل حدا يجيبها ويخليها بالبيت، موجودة بشكل كتير رخيص على الإنترنت، لانه زي ما حكينا بتقوي الاعصاب، بتقوي الضعف اللي موجود بالعين، شبكيه العين للناس اللي عندهم المشاكل، حتى الامور القويه مثل الجلوكوما الى اخره، في ناس بلاقوا نتائج ايجابيه منها مع الاستخدام المستمر. بس دائما مش استخدام مستمر على طول، اسبوعين اون اسبوعين اوف. يعني كمثال ممكن اشرب الشاي لمده اسبوعين، ارتاح اسبوعين، ارجع اكرر كمان اسبوعين. اذا بدي امضغها مضغ ممكن امضغ 15 حبه يوميا لمده اسبوعين، نفس الشيء اريح اسبوعين بعدين ارجع اكررها. فما بستخدمه بشكل مستمر يعني على طول، باخذ فترات راحه بين الاستخدام. هاي نقطه كتير مهمه. طيب فالجونيبر بيريز هي اللي كان يستخدمها بهاي الحاله. الشغله الثانيه بقول طب اذا كان في عندنا ستونز، في عندنا حصوات، كيف نتعامل مع هاي الحصوات؟ هون بنتذكر في وصفة احنا برضو جربناها على مدى حوالي من 10 إلى 15 سنة. هلا الحصوات 3 أنواع بس، أغلب الحصوات اللي موجودة يمكن فوق 80-90% بتكون كلسية. بالأمور اللي احنا بناكلها صحية تعتبر أو مش صحية تعتبر، موجودة أمامنا الناس اللي بيأكلوا أكل ني ونباتي وأمور مثل هيك، السبانخ. السبانخ ما بيصير إنه الواحد يأكله بكميات كبيرة لأنه بيحتوي على نسبة كتير عالية من الأوكساليت، وكتير من الناس اللي بيمشوا على الرو فود وبتعرف في خطأ شائع إنه في ناس بصيروا يعصروا السبانخ كتير لأنه متوفر ورخيص، فبصيروا يعصروا السبانخ كتير ويشربوا عصير السبانخ كتير. من هدول الناس بتصير تواجههم مشاكل بالكلى لأنه هو بحد بشكل خاص بيحتوي على كتير من الأوكساليت، الكالسيوم أوكساليت، فبيساهم في إنشاء حصوات الكلى. بس هاي نقطة هامة للتنبيه، لأنه كتير من الناس اللي بصيروا يأكلوا روفود ويعملوا عصائر خضرة بصيروا يلجأوا للسبانخ بكمية كبيرة، فانتبهوا لهاي النقطة. المهم الوصفة اللي كنا احنا جربناها على فترة طويلة اللي هي شرب الليمون، موجودة في فيديو تنظيف الكلى اللي انا عملته من فترة، اللي هي بتفرجي كيف انه انا على صيام بس بشرب الصبح كاسة ليمون مركز، وبصير كل ساعة اشرب كاسة ليمون، كاسة مي فيها تلتها ليمون، يعني تلت ليمون كاسة مي كل ساعة كل ساعة كل ساعة، وما باكل اي اشي تاني. يعني ببلش الصبح بكاسة ليمون مركز، بعدين كل ساعة بصير تلت كاسة ليمون مع مية، بكررها لنهاية اليوم للمغرب تقريبا، بعدين ببلش أكل بشكل طبيعي. على الصيام هذا الليمون أثبت فعاليته في تذويب حجارة الأوكساليت اللي موجودة بالكلى. مر علي كتير حالات كان عندهم مشاكل إنه لازم يروحوا يعملوا تفتيت للحصوات، تقريبا من مرة واحدة راحت المشكلة من عندهم. هلا جون كريستوفر لتذويب الحصوات في عنده شاي كان يعمله، شاي وكبسولات كمان، اللي هو سولفنت مذيب للحصوات، والظاهر انه فعاليته على كل انواع الحصوات، وهذا الحلو في الموضوع.
هلا وين المشكله عندنا؟ انه مبني على جذر زهره اسمها الهايدرينجيا. الهايدرينجيا يمكن متوفر في الوطن العربي يسموها الأرطاسيا أو القرطاسية، بس إنه برضو في الحالة هاي للي بده يجربها حنضطر نشتريها أونلاين لحد ما نشوف، يعني إن شاء الله تكون متوفرة عند العطارين. وكل شيء بتعرفوا الأمور عرض وطلب، إذا الناس صاروا يستخدموا الأمور بكمية كبيرة بيجيبوها العطارين وبتصير متوفرة. يعني هلأ أوريدي اللوبيليا والمولن بلشوا يصيروا متوفرين للناس لأنه حكينا عنهم وصار في أشخاص يجيبوهم ويوفروهم، فهاي شغلة حلوة. المهم وصفة جون كريستوفر للحصوات كان دائما يستخدم الهايدرينجيا الجذر تاعها، الكمية كان يحط أكثر من خلينا نقول 55-60 جرام تقريبا منها من الجذور، يحطها في لتر تقريبا من عصير التفاح الطبيعي. فبيجيب العصير التفاح بحط فيها هدول حوالي 60 جرام وبتركها بتركهم مع بعض حوالي 3 أيام. بعد الثلاث أيام بيجيب هذا المحلول وبحطه على بيصير يسخنه على نار، نفس الشيء ما بتصل لدرجة الغليان، بتصل لو سمر بسموها، نار هادية، وبيضل بسخنها لفترة طويلة شوي، يعني خلينا نقول بسخنها لمدة ساعة ساعتين. بعدين بيشيل هذا المحلول وبحطه في مكان دافي وبتركه ليوم كامل. هلا بعد ما يتركه ليوم كامل بيصير يستخدم 2 أونسز بيشربه من المحلول وبيخلص الكمية كاملة اللتر خلال اليوم. يفضل طبعا على صيام على المي أكيد. ممكن الواحد اللي بده عصائر مو غلط، عصائر طبيعية وعصير أخضر وإلى آخره، بس بتنشرب المية مل هاي على جرعات خلال اليوم لنخلصها بشكل كامل. بنعمل الصيام خلينا نقول يوم بالأسبوع، وخلال الصيام السوائل بنشرب هذا الخليط. بناء على جون كريستوفر بتعمل إذابة لكل أنواع الحصوات اللي موجودة. هلا بحكي شغلة كمان كتير حلوة، بقول للناس اللي بتواجههم مشاكل بتكون الحصوات وهي عم تطلع مؤلمة شوي، دائما بنستخدم المارشميلو تي، في عشبه بسموها المارشميلو برضه متوفره على الانترنت بسهوله، فبنصير نشرب هذا الشاي برضه خلال اليوم بتساهم انه الحصوات بتصير تطلع من المجاري البوليه بدون اي نوع من الالم. عندنا بالوطن العربي زي ما حكينا في عندنا الخله برضه بتعمل توسيع للمسالك البوليه، فممكن نستخدمها اذا ما كان المارشميلو روت موجود، بتعمل عمليه توسيع وبتساهم كتير في اخراج الحصوات بدون ما يكون في اي نوع من الالم. طيب هلا العكس عندنا، حكينا على الناس اللي بيكون في عندهم احتباس بالبول احتباس بالبول ومش قادرين يطلعوه، وحكينا على الناس اللي بيكون في عندهم حصوات. هلا بناء على جون كريستوفر طبعا في عندنا النوع الثالث اللي هو الناس اللي مش قادرين يمسكوا البول تاعهم، خصوصا بتعرف في كبار السن وفي ناس بيصير في عندهم تبول لا ارادي بالليل كمان حتى البالغين. فالناس اللي مش قادرين يمسكوا البول تاعهم كان يستخدم جون كريستوفر خلطة مجموعة من الأعشاب حتى إنه يعالج هاي المشكلة. كل الأعشاب اللي موجودة عندنا بنسب متساوية. الشغلة الأولى اللي هي الجونيبر بيريز زي ما حكينا، يفضل يدق ويطحن طبعا يكون ناشف في الحالة هاي. الشغلة الثانية اللي هي جذور البقدونس، يفضل جذور البقدونس، إذا ما في ممكن نستخدم البقدونس الجاف كمان. الشغلة الثالثة مش متوفرة عندنا برضو على الإنترنت اللي هي بسموها اليوبا يورسي، حكينا عنها بالحلقات الماضية. الشغلة الرابعة اللي هي المارشميلو روت، والشغلة الخامسة اللوبيليا هي كمان مرة، وعندنا كمان السادسة اللي هي الجينجر الزنجبيل، والشغلة السابعة برضو من أعشاب جون كريستوفر الرئيسية اللي هي الجولدن سيل. فالمهم نجيب هدول الأعشاب مع بعض اللي هم سبع أعشاب، الجونيبر بيريز، البارسلي اللي هو الزنجبيل، يوبا يورسي، المارشميلو، اللوبيليا، الجينجر والجولدن سيل، بنعمل منهم خليط نسب متساوية. لازم ناس فيكم يصير يجيبوا هاي الأعشاب ويعملوا منها خلطات ويوفروها للكل عن جد. هلا هاي ممكن تتاخذ على شكل كبسولات وممكن تتاخذ على شكل شاي. شاي مثلا ممكن نشربه مرتين باليوم، كبسولات ممكن ناخذ كبسولتين منها ثلاث مرات يوميا. دائما بناخذ 6 ايام نرتاح يوم، ناخذ 6 ايام نرتاح يوم، وبنكملها على مدى خلينا نقول من 3 اسابيع ل 4-5 اشهر بناء على الحالة. إذا قررنا ناخدها كبسولات، بيقول جون كريستوفر كمان بفيد كتير أنه ناخدها مع شاي معمول من البقدونس، بودرة البقدونس، لأنه بتساعد كتير في العملية. والناس اللي عندهم مشاكل أنه ما بيقدروا يمسكوا اليورين تاعهم، بيقدروش يمسكوا البول، زي ما حكينا كبار بالسن أو مثلا الناس اللي عندهم تبول لا إرادي، النتائج عنده كانت كتير كتير إيجابية. انه بعد فترة بسيطة، يعني خلينا نقول بعد اسبوعين ثلاث اسابيع، يلاحظوا انه المشكلة ممكن تكون خفت بشكل كبير وممكن تكون زالت بشكل كامل، طبعا كله بناء على الحالة، بس هاي الوصفة اللي كان يستخدمها. فهي للناس اللي عندهم تبول لا ارادي وللناس اللي بيقدروش يمسكوا البول تاعهم. طيب شو بضل عندنا؟ بضل عندنا حالة واحدة من المشاكل اللي موجودة اللي هي حالات الالتهابات.
التهابات الكلى والتهابات المسالك البولية. هلأ التهابات الكلى في حالات كتير بتكون شديدة، لحظة أظن بسموها دروبسي، بتبلش وممكن تتطور لإشي بسموه لحظة شوي البرايت ديزيز، بيصير في عنا التهاب مزمن وشديد جدا بالكلى. ففي حالات الالتهابات برضو حكيت عليها بفيديو الكلى اللي طلعناه، وهي مشهورة عندنا على فكرة بالطب العربي، اللي هي جذور البقدونس. جون كريستوفر هنا كان يستخدم صراحة بس هاي الجذور، جذور البقدونس، كان يجيب جذور البقدونس ويعمل منها شاي. والشاي هذا في عنا طريقتين لاستخدامه، أول شيء ممكن نشربه يوميا، خلينا نقول مرتين ثلاثة، يعني مش نعمل شاي عادي، شاي جذور البقدونس ونشربه مرتين ثلاثة، أو كان يعمل منه خليط مركز يستخدم فيه، يعمل يعني يغلي فيه البقدونس ويضع فيه فيجيتابل جليسرين اللي هو جليسرين ولكنه نباتي 100%. هلا اذا عمل خليط الجليسرين بصير يشرب منه الواحد على صيام، طبعا دائما هاي الامور على صيام، يعني بكون بس عم بشرب ميه وممكن اشرب عصير اخضر مثل هيك بس انه بدون اكل. فممكن زي ما حكينا اعمل شاي جذور البقدونس واشربه مرتين ثلاثه يوميا، نفس الشيء 6 ايام اون 6 ايام اوف اذا بدي اشربه بشكل مستمر. اذا بدي اعمل على صيام ممكن اعمل الخلطه اللي بكون معاها خليط، يعني خلينا نقول ممكن نص بالنص او اكثر كان يحط هو من الجليسرين، وعلى صيام بصير اشرب منه نص كوب كل نصف ساعه. يعني كيف احنا عملنا خلطه الليمون، هو بنفس الطريقه بس هون عم بيستخدم جذور البقدونس مع الجليسرين النباتي طبعا، وبصير يستخدم نص كاسه كل نص ساعه من الصبح للمساء للمغرب، وبعدين الواحد ببلش ياكل بشكل طبيعي. هلا بناء على جون كريستوفر هاي كانت اكثر شغله فعاله عنده يستخدمها في حاله التهابات المسالك البوليه. وبرضه كان يعمل معها شغلة تانية، إنه نفس الخليط هذا اللي هو من الزنجبيل، من جذور البقدونس والجليسرين، كان يعمل منه كمادات مثل كمادات الزنجبيل اللي بنعملها بالميكروبايتك، يعملها على منطقة الكلى بنفس الطريقة، يدفيها يوصلها لحرارة مش غليان ولكنها شوية يعني إنه أسخن من الفاترة، ويصير يعمل منها كمادات على أسفل منطقة الكلى. وبقول انه كانت تعطيه فعالية شديدة جدا في اخراج السوائل، يعني بتلاحظوا فورا من مسامات الجلد بتبلش السوائل المحتبسة كلياتها تطلع. فهي عندنا طريقتين، عندنا الطريقة اللي هي من البقدونس وعندنا الطريقة اللي هي من الجنجر، وبنشرحها ان شاء الله بفيديو لانه هذا موضوع كمان كتير كتير مهم. فشكلنا خلصنا، هدول هم الامور اللي كان يذكرهم جون كريستوفر بالنسبه لعلاج الكلى والمسالك البوليه. زي ما لاحظتوا في عنا اكثر من مشكله، ممكن تكون في عنا مشكله احتباس سوائل انه الواحد، او انه احتباس بول انه الواحد مش قادر يروح يتبول، ممكن تكون عباره عن احتباس سوائل سواء كانت في مختلف مناطق الجسم شامله او في منطقه معينه، حكينا عنها كيف. في عنا مشاكل الحصوات حكينا عليها كيف. في عنا مشاكل الالتهابات سواء كانت التهابات كلى أو التهابات مسالك بولية برضو حكينا عليها. في عنا مشاكل الناس اللي بيقدروش يمسكوا البول تاعهم، في عندهم تبول لا إرادي أو بيقدروش يمسكوه في حالة مثلا كبار السن، برضو حكينا عليها. ونقطة مهمة كتير في حالة الالتهابات، بتعرفوا برضو أنا يعني على طول رح أروح للأمماس وأستخدمه سواء كان 1 و 2 أو في حالة كان في أي نوع من التهابات المسالك البولية. نقطة كتير مهمة على فكرة من اللي تذكرتها، اللي هي التهابات المسالك البولية مرات بتكون سفلية قريبة جدا من المثانة. هلا اللي بتكون قريبة من المثانة إحنا شو كنا نعمل؟ كنا نجيب بانيو مي، تكون مي فاترة بغض النظر، مش كتير فارقة هاي في هاي الحالة، وبنحط فيها نص معلقة أو معلقة من الام ام اس 2 وبنجلس فيها خلينا نقول 10 دقائق، ممكن تنعمل مرتين ثلاثة بالأسبوع، بس هيك أسبوعين زمن مش أكتر. فبالنسبة للالتهابات السفلية برضو أنا شخصيا، لأنه مضطر أحكي هاي الكلمة دائما وفي ناس صاروا يعلقوا إنه ليش دائما بضلك تحكي شخصيا، في أي وقت بحكي عن الام ام اس مضطر أحكي هاي الشغلة. فأنا رح أستخدم الام ام اس سواء كان شرب 1 و 2 حتى أنظف الالتهاب اللي صاير في المسالك البولية، ورح أستخدم مغاطس البانيو في حالة كان سفلي، وبرضو في حالات الهيربيز التناسلي كتير في ناس بيسألوا عليها، و 2 مش ام ام اس 1، ام ام اس 2 بهاي الحالة حتى أقضي على الوجود الميكروبي سواء كان فيروسي أو فطريات، لأنه في كتير حالات بيفترضوا إنها فيروسية ولكن بتكون هي عبارة عن فطريات، خصوصا الحالات اللي بتكون خارجية. فالهيربيز التناسلي الخارجي بشكل خاص ما رح أعمل إشي تاني، رح أروح على هاي الشغلة. وبسوى أذكر كمان إنه جيم هامبل أصلا اكتشف الـ MMS2 من خلال حالة سرطان البروستات، أعطوا هذا الشخص 4 كبسولات يوميا لمدة 5 أسابيع، بعدها فحص وجدوا إنه ما في عنده أي وجود سرطان الحمد لله في البروستات. وكانت هاي أصلا أظن سنة 2008، هاي الطريقة اللي اكتشف من خلالها مادة الMMS2 اللي هي الكالسيوم هايبوكلورايد من ناحية علاجية. المرة الجاي أظن راح نحكي على الأمراض الجلدية،
ويمكن نحكي كمان على الحوامل إيش الأعشاب اللي بياخدوها عشان تساعدهم في الحمل. طبعا كل هذا لجون كريستوفر. ويمكن بعديها بيضل عندنا كمان حلقتين وبعدين بنختم هاي السلسلة ونبلش بعديها في موضوع الكتب مثل ما حكينا، حتكون عندنا شغلة جديدة. فبشكركم دائما للي عم بسمعوا، خصوصا الناس اللي عم بسمعونا لايف لأنه يعني في لها وقت محدد، فشكرا كتير لكم وشكرا للجميع اللي عم بسمعوا، والله يحمي الكل وباي باي. شايفين الناس اللي بسمعوا لايف يشوفوا شغلات غريبة. anyway يلا باي باي للجميع.